هالو بيوتيز. النهارده يعتبر راس السنه الجديده، تمام؟ انا بصور اللوك ده، فعملت ميك اب لوك لراس السنه الجديده، محدش يخرج بيه، محدش يعمله وينزل بيه خالص ابسولوتلي. هو كده يعني للبيت للعب، ولوك تقيل كده، واول مره اعمل الوان غريبه. فلو عايزين تعرفوا انا عملت اللوك ازاي واستخدمت ايه، keep on watching. بس قبل ما تروحوا تشوفوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتكتبوا لي تحت في الكومنتس لو عجبكم اللوك او لا، وايه اقتراحاتكم للفيديوهات الثانيه الفتره الجايه. ومعلش سوري، اسفه جدا ان انا مش بصور، عشان خاطر عندي البيت الصغير وما عنديش وقت خالص والله. وبس اسيبكم بقى تشوفوا الفيديو. اوكي يا بنات، دلوقتي هقول لكم انا استخدمت ايه على وشي قبل ما نبدا في الميك اب لوك. اول حاجه رسمت حواجبي بجل انستازيا درجته دارك براون، ده شكله. وبعدين حطيت فاونديشن من على وشي من شي ام، اللي هو الكونسيلر بتاع شي جلام، لان انا ما لحقتش الفاونديشن اللي نزل، فاستخدمت الكونسيلر ده كفاونديشن. الدرجه بتاعته مش عارفاها لان رميت العلبه. في فيديو قبل الفيديو ده كنت عامله المشتريات اللي اشتريتها من شي ان، فيها اسامي الدرجات وفيها لينكات الحاجات اللي انا اشتريتها. لو عايزين تعرفوا درجته روحوا للفيديو اللي قبله، هحط لكم اللينك في الاي اللي هتطلع هنا في الفيديو. واستخدمت للبيز للعين كونسيلر من لوريال اسمه مور ذان كونسيلر، وده درجته 331 لاتيه، وده شكله تمام. دلوقتي بقى هنبدا في العين. انا مش عارفه، انا حاسه ان انا عايزه اعمل لوك اخضر او زيتي غامق، يعني حاجه انه ينفع يتخرج بيها في نفس الوقت تبقى اوفر عشان سهره. انا عارفه ان احنا مش هنسهر في راس السنه، بس هنسهر عادي يعني، هنسهر في البيت فممكن نعمله. المهم انا كنت جايبه برضو السنجل اي شادو دوت من شي جلام، ده لونه زيتي اسمه ميست لوتي، مش عارفه هو اسمه كده. هو اي شادو اخضر وفي سباركل كده او شيمر شويه، فده اللي هيبقى البيز بتاع العين. اوكي، فده اول حاجه هنستخدمه على العين. اوكي بنات، انا كده حطيت اللون، يعني حطيناه كده، عملنا له بريس بس على العين، تمام. دلوقتي هناخد فرشه بتاعت بلندنج وتكون صغنونه كده شويه، ونبدا ندمج اللون مع بعضه، تمام. ممكن ناخد فرشه بنسل بعدين نبدا ندمج اطراف اللون. وانا حطيت الاي شادو على الجفن المتحرك بس، ما طلعتوش يعني لحد الكسره بتاعت العين، يعني لو فتحتي عينك كده مش هتلاقي اللون باين عشان لما ندمج. اوكي، والفرشه فاضيه ما فيهاش اي لون خالص، هندمج بقى الاطراف. طبعا نسيبنا من الفول اوت اللي حصل ده تحت، مش مهم هنصلحه بعدين. دلوقتي هستخدم باليت، بما اننا في الكريسماس وبنعمل لوك الكريسماس، فهستخدم باليت شي جلام اللي هي اسمها روبي كوين. اوكي، وفيها لونين هم دول اللي هنستخدمهم يعني كترانزيشن كلر، اللون دوت واللون ده. ويت كده، اللون ده واللون ده، تمام. اللون ده على جراي واللون ده على اورنج، فهنعمل لهم ميكس مع بعض عشان يبقى شكلهم حلو، وفرشه بلندنج عاديه خالص. اوكي، طيب. اوكي، دلوقتي عملنا كده البليندنج. دلوقتي هرجع تاني لنفس السنجل اي شادو اللي كنت حاطاه الاخضر ده، وهطبطب برده تاني لان مع البليندنج حاسه ان الاي شادو كده بقى باتشي. طيب يا بنات، دلوقتي عملت العين الثانيه اوت اوف كاميرا زي العين الاولانيه بالظبط، وضفنا السباركل اللي احنا عملناه ده عشان تبقى كانها انوار شجره الكريسماس. حاسه ان انا بنور كده. اوكي، دلوقتي المفروض نعمل العين من تحت وبعدين نتجه للوش، عشان طبعا الاي شادو بتاع شي جلام ده طلع بيعمل فول اوت كتير وبهدل لنا البيز اللي احنا عملناه، بس الحمد لله ان احنا ما ثبتناهوش. وبرده في حاجه هقول لكم عليها، ان الاي شادو الاخضر ده يعني باتشي شويه، فمهما حاولت ان انا احطه واظبطه كده برده بتحس ان في اماكن فاضيه واماكن مش يعني فيها واماكن لا، يعني حلو بس يعني
والكواليتي بتاعته مش حلوه قوي، مش قد كده يعني. تمام، فدلوقتي هنستخدم نفس الاي شادو الاخضر ده وهنحطه بفرشه كده تحت العين. ممكن نستخدم فرشه تكون رفيعه، واحنا مش هنسحب الاي شادو بس يعني يعتبر سحب بس يعني شويه صغننه. ونجيب اللون الترانزيشن اللي احنا حطيناه، اللونين اللي كانوا في الباليت اللي هما الاثنين دول. تمام، هندمجهم مع بعض وبعدين ننفضها وبعدين نعمل بيها بقى ايه دمج تحت العين. وانا محتاجه مرايه صغيره عشان جوزي حبيبي ما يهزقنيش العاده عشان التصوير، عشان لما بنزل يقول لي ازاي هما هيشوفوا. طيب دلوقتي عملنا يعني موهنا تحت العين، خدنا نفس اللون الاخضر وبعدين خدنا نفس اللون الترانزيشن وموهناه. هروح بعمل العين التانية برضو اوت في الكاميرا وهرجع لكم عشان عايزه انزل تحت. طيب يا منى دلوقتي هنحط كحل اسود جوه العين عشان انا ما عنديش اخضر، فهنستخدم الكحل بتاع ميبلين اللي هو تاتو لاينر ده، وهنحطه جوه العين. خلاص يا بنات كده خلصنا العين، دلوقتي هنعمل ايلاينر. هنعمل بس وينج في الاخر يعني هنعمل سحبه العين بس، مش هنعمل ايلاينر كله عشان ما يغطيش على الاي شادو. والايلاينر اللي هستخدمه بتاع شي بلام اللي هو ده لونه اسود. هقول لكم حاجه عليه بس عشان انا استخدمته الفتره اللي فاتت دي، الفتره اللي كنت مقاطعه فيها ما بعملش فيها فيديوهات. الايلاينر ده احلى حاجه انا جبتها من شي بلام لحد دلوقتي، اسود وبيجري على العين وبيترسم بيه بسرعه وثابت، عشان انا من النوع اللي جفن عينيا بيعرق، فثابت جدا جدا وفظيع فظيع بجد يعني. ده احلى ايلاينر انا استخدمته كبنسل، اوكي فجميل جدا، فقلت اقول لكم يعني عشان لو حد عايز يجيب. اوكي يا بنات كده خلصنا العين بشكل يعني تقريبا قبل النهايه عشان نحط بس رموش وبعدين نحط مسكرة. فالمسكرة اللي هستخدمها بتاعت اسنس اسمها يو بيتر وورك دي. اوكي اوكي بنات انا حطيت دلوقتي مسكرة في الرموش اللي فوق. الرموش اللي هركبها هي من علي اكسبريس، ده شكلها ورقمها E10. اوكي يا بنات دلوقتي هحط مسكرة تاني بس تحت في الرموش السفلية بعد ما ركبنا الرموش اللي فوق. طيب يا بنات انا كده خلصت العين. طبعا انا جبت منديل ومسحت تحت عينيا طبعا عشان الاي شادو عمل فول اوت كتير والدنيا اتبهدلت. دلوقتي هنحط الكونسيلر، الكونسيلر اللي هستخدمه برضو من شي جلام بس النوع التاني دوت، ودرجته ميديوم. هو لونه غامق شويه فانا هنحط منه حبه صغيرين وبعدين هنعمل كونسيلر تاني عشان يفتح تحت العين. هنحط بس منه نقطتين كده هنا. نسيبه بقى شويه علشان ايه يبقى ستيكي ونعرف نعمل له بلندنج. اوكي يا بنات دلوقتي هنعمل له بلندنج. انا هستخدم البيوتي بلندر بتاعت شي جلام اللي هي ديت دي، انا كنت بلاها واستخدمتها في الفاونديشن. هنعمل له بلندنج بقى. الاماكن بقى الضيقه هستخدم فرشه عشان البيوتي بلندر الصغيره انا ما بلتهاش، وايه الواحد مكسل يقوم يبلها، نتصرف باللي عندنا. اوكي يا بنات كده خلصت. هنروح بقى نجيب ايه كونسيلر تاني عشان نفتح بيه تحت العين عشان هو ده غامق شويه. دلوقتي بقى انا جبت ايه كونسيلر من ميبلين اسمه ايج ريواين اللي هو ده، وده درجته اللي هي ناتشورايزر يعني اللي هي ناتشورال عشان هي على اصفر شويه وعايزين نفتح تحت العين عشان البروبرق اللي فوق العين. بقى هحط بس منه ايه نقطتين كده.
قبل بقى ما ادمج الكونسيلر ده عشان على طول هنثبت بعده، هفتح البودر بتاعتي. البودر اللي هستخدمها من شي جلام برضو دي، ودي الدرجه بتاعتها ناتشرال كولر 102. اوكي فهنستخدمها وربنا يستر، عشان انا مش عارفه لونها هيطلع ازاي تحت العين بصراحه. احنا ممكن عشان ما نبوظش اللوك اللي احنا عملناه ده، فنستخدم البودره الثانيه بتاعت ريمل اللي هي ستاي مات اللي هي دي. تمام، دي درجتها ترانسبيرنت 001. هنستخدم دي تحت العين، وبتاعت شيك لما نستخدمها للوش كله، عشان كده كده لو غامقه مش هتعمل لنا حاجه يعني. طيب يا بنات، انا كده ثبتت الوش. قبل بقى ما اروح للكونتور والهايلايتر والحاجات دي اللي بتاعت الوش، فانا هرجع تاني للبالت بتاعت كيبي كوين اللي هي بتاعت الاي شادو، وفي فيها هنا لون هو بتاع هايلايتر اللي هو اللون الابيض ده، هستخدمه واحطه في الانر كورنر بتاعت العين عشان ينور برده بزياده. يعني احنا عايزين النهارده ننور كتير، فاخده كده فرشه صغيره واحطه هنا. دلوقتي مرحله الوش. انا دلوقتي معايا البالت اللي هي اسمها ستيريو فيس بتاعت شي جلام اللي هي دي بتاعت الكونتور والباودر. هنستخدم اللون اللي في النص اسمه نوبل تنت ده ككونتور، ونشوف بقى البرونزر هنستخدمه ازاي. ناخد فرشه صغنونه اوكي يا بنات، كده انا خلصت الكونتور ده. دلوقتي هاخد اللون اللي هو اسمه فانيليا بوربون تقريبا اللي في النص اللي هو الاصفر ده، وهنور بيه برده تحت العين. هاخده بالسبونج بالناحيه المبططه دي. اوكي اوكي طبعا بما ان العين اوفر واحنا هنحط روج احمر، فمش هنحط بلاشر، هنحط بس برونزر. هستخدم البرونزر بتاع لوريال اللي هو اسمه جولي برونز، دي درجته رقم 2. هستخدم برونزر وبلاشر في نفس الوقت. دلوقتي لاخر خطوه معانا في الميك بلوك ده الروج، هنستخدم ليب لاينر من شي جلام ده لونه احمر ودي درجته 02، وهنستخدم الليبستيك بتاعنا من او ليكويد ليبستيك من برضو الكوليكشن بتاع كريسمس اللي هو بتاع شي جلام اللي هو ده، وده اللونه احمر. اوكي واسمه غريب فمش هنقوله، وهنحطه تحت في الديسكريبشن. نحدد بقى الشفايف بالليب لاينر ده. اوكي يا بنات، ده الفاينل لوك بتاع النهارده. يا رب الميك اب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه، ويا رب يكون ارائي في المكياج بتاع شي ان تكون يعني استفدتوا منها حاجه. لو عايزين تشتروا اي حاجه من هناك اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو عجبكم اللوك او لا، كنتوا محتاجين نغير الروج او لا. انا عارفه انه هيليق عليه نود اكتر، بس ده لوك مش للخروج خالص كده، يعني انه دي شجره الكريسماس بقى، فاضاءات والوان وبروبرق وحاجات، فا يعني استوحيت اللوك من شجرة الكريسماس. اوكي فا اكتبوا لي تحت رايكم في الكومنتس، واكتبوا لي تحت عايزين فيديوهات ايه الفتره الجايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يوصل لكم. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.